السلام عليكم. أردوغان يبعث ببرقية شكر لترامب. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ببرقية شكر لنظيره الأمريكي دونالد ترامب على جهوده الصادقة في سبيل تطوير العلاقة الثنائية على أساس المصلحة والقيم المشتركة للبلدين. وجاء في بيان صدر عن الرئاسة التركية أن أردوغان أعرب في البرقية عن تمنياتها بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية الخير لشعب الولايات المتحدة والحليفة. وأضاف البيان: أردوغان شدد على ضرورة تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين، وشدد الرئيس التركي على ضرورة مواصلة بذل الجهود الرامية في تعزيز العلاقة الثنائية في الفترة المقبلة بين أنقرة وواشنطن. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.